هي مناسبة للتلاميذ باش يتعرفوا عن قرب على المؤسسة المنتخبة أو الإدارة الجماعية، ربما كان يسمعوا عليها غير عن خدمات القرب وعن، ولكن الهيكل ديالها والتنظيم الإداري ديالها هي هذه فرصة باش نتعرفوا عليها عن قرب، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح في إطار المسيرة ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. موسى بن نصير اللي كنتوخاو من خلاله انفتاح المدرسة على المحيط ديالها، يعني التلاميذ ديالنا يكتشفوا المحيط ديالهم ويعرفوا العلاقة ما بين التلاميذ والمحيط ديالهم، ومن بين المؤسسات ولا أول المؤسسات اللي خصهم يعرفوا الدور ديالها كمواطنين هو مجلس جامعة عين بني مطهر. مجلس جامعة عين بني مطهر، وأشكر جميع الحاضرون هنا بما فيهم السامع الذي أمسعنا بلقائه الرائع، ومدير مدرستنا ومؤطن الحياة المدرسية محمد علال، وأشكر التلاميذ الموجودون هنا أيضا. شكرا شي حاجه فرحنا على الخدمه ديال المواطنين في الخدمه ديالكم، وغادي تدور على جميع الاقسام هنا باش دير المعلومات اللي عندكم هنا في الجامعه. ما احتاجتش شي حاجه، راني معكم، احنا راه الاشاره. غير باش نفهموا السياق اللي راحنا فيه الان، وهو ان التلامذ كل اسبوع تقريبا ولا جوج مرات في الاسبوع في مدرسه موسى بن نصير كيديروا لقاءات عن بعد، وكان بعض المرات كيديروا لقاءات عن قرب. هذه اللقاءات اللي كانت فيها مواضيع مختلفه، وجمله المواضيع اللي دارت كنا درنا لهم واحد اللقاء هكا ورشات حول المجلس وحول ما يسمى بهيئه المساواه المقاربه في الفرص، وكذلك دار الاخ كيزروقي دار. فبالنسبه للمنتخبين كتكون واحد الفتره ديال الانتخابات، كتسمعوا الانتخابات. هاد الانتخابات شنو هي؟ كل حي مثلا ولا كل جهه كتختار واحد الشخص اللي كتشوف فيه كفاءه، كتشوف فيه انه يعمل، كتشوف فيه كيخدم، وكينتخبوه ليمثلهم، ينتخبوه باش يمثلهم في بناءات، تهيئات، بزاف تاع الحوايج. حنا هنايا المصلحه ديالنا كتكون بزاف تاع المهام، كاين الدراسات نتاع المشاريع، كاين تنفيذ المشاريع، كاين وتتبع المشاريع. من يعملون في هذا المجال او اي شخص تجدونه يعمل في هذا المجال؟ بالنسبه للجامعه وهي النافذه اللي ما بيننا وبين المواطن او الساكن، اي حاجه كدات الا كان 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 ديفيزيوها في واحد المنصات اللي عندنا بحال الفيسبوك صفحه تاع الجامعه او لا واحد الموقع الالكتروني ديالنا. اي نشاط كيدار، سواء كانت اشغال، سواء كانت مشاريع، سواء كانت انشطه، وراكم ربما كتفوت عليكم شي حوايج هكا تاع الجامعه ولا هاد المصلحه هي اللي مختصه في هذه المساله. سيد شؤون ديال الموظفين اللي كيديرهم ترقيات، كفاءات، اجازات اداريه، اللي يخرج لها روتريت، يعني تقاعد، بزاف الحوايج، يعني اللي مريض يديروا خصم مرضيه، زعما كان موجز. لا ماش كلشي. كان عدد الموظفين بمجلس. عندنا 80 موظف. جماعة بمجلس فيها عدد الموظفين؟ ايوه عدد الموظفين. هذا المعنى. من هم اهم موظفين في المجلس؟ بالنسبة لهذا القسم، هل تشتغلين أنت وحدك هنا أم يساعدك شخص ما؟ هي أنا غير وحدي. مكتب السيد الرئيس، يعني المكتب ديال السيد الرئيس مكتب وأعضاء، رئيسا وأعضاء نواب. والمصلحة يعني تهتم بتنظيم الاجتماع ديال السيد الرئيس. هذا السكان ديال الجامعة، يعني نحن احنا جامعة حضارية ديال عين بني مطهر. تفويضات، يعني ان الرئيس يعطي بعض اختصاصاته الى السيد. تلاميذ مرحبا بكم. شكرا. المصلحه اللي راكم فيها اليوم كانت سميتها في الاول مصلحه العمل الاجتماعي. نعم. دابا كانت واحد الهيكله
ودوزنا وطلعنا تسمى في مصلحة العمل الاجتماعي والاقتصادي وحيث الصحة والبيئة. الجمعية راه أولادي عندي هنايا تقريبا راه 50 و 60 جمعية عندنا هنايا. واه نعطيو مثال، مثال فضاء مواطنة كتهتم نقولوا بتعطي الجمعيات اللي كينشطوا مليح منحة كيعطيها المجلس، يعطي الجمعيات اللي كتستمر تنشط مليح كيعطيوها المنحة. حنا باش كنعرفوا انشطات بداك الشيء اللي كتجيب لنا ديك الانشطه اللي كتجيبها لنا هنايا ياك. هذه وحده هي المهمه ديال التنسيق ديال بين المصالح والتنميه. هذا الموظف هذا هو اطار تجاره وكتشوف فيه كل التعيين ديال بناء على واحد تكون كيدار في الرباط الداخليه وكاين الجماعه شنو هو الدور ديالو في التنسيق بين المصالح. اي حاجه حتى باش يتعطى على باش يكونوا معنا باش يشوفوا الحكومة تكون أكثر وتكون أوفر. هذا هو الجانب تاع الاقتصادي، لأن يديروا هذا الشيء تاع المشاريع يبغى يدير شي مشروع مقاولة ولا شي حاجة. نعم. هذا الشيء اللي عندي أنا ماشي تجي من المصالح الخارجية ولا عن طريق المواطنين نحلها على كل مصالح الجماعة اللي كل واحد يختص في مجاله باش يقوم بجواب المواطنين على طلباتهم. حال نتوما مثلا شي واحد فيكم كتب مراسلة بغا يعطيها يصيفطها للرئيس. نعم. ولا يصيفطها لشي قسم من الأقسام كيف يجيبها هنا المكتب. السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بالتعليم. بالنسبة لهذه المصلحة هي مصلحة التعمير والمتعاكات اللي فيها تكون مكاتب. هذه المكتبة تعرفات، هذا المكتب تعرفات، وكاين عندنا واحد العلمان تاع الضو تاع الفاس السكن وفاس المطابقة رخصة البناء رخصة الإصلاح كاع هذي كتسلمها هذه المصلحة. وكاين خاصك سميتها الملكية، خاصك التصميم الطبوغرافي ولا البلون كاداسترال كاع هاد الوثائق. هي مصلحة عندها علاقة بكل ما هو عنده علاقة بالمواطن مباشرة ديال الأفراد، يعني بحال النظافة وتطهير السائل والكنارة العمومية والمساحات الخضراء. وكاين عندنا تبديل الآليات هما الآليات الجماعية اللي محجز، يعني بحال محجز اللي كيدوها لنا السلطة. سائق هذه الآليات هل يتطلب أن تكون لنا أن يكون عنده رخصة ديال السياسة اللي كتمكن من السياقه ديال ديك الاليه. مثلا عنده مثلا بغى لديها ميكانيكي خاص او تذهب عند اي ميكانيكي لاصلاحها. في الاليه كندو عند ميكانيكي خاص، لا في الجامعه ما كاينش ميكانيكي. هل الاليات وقت محدد للخروج للعمل؟ عندها وقت محدد بحال ديال النظافه، عنده وقت محدد كيخرج مورا المغرب في الليل. وكاين عاوتاني كاين عندنا الآليات اللي كيخرجوا المكتب مصلحة، مصلحة مكتب المكتب مختص بالتسميتها كل ما هو مالي، أي بالجانب اللي يتعلق بالمصاريف. بغينا نشريو شي حاجة ولا تسميتها ولا نشريو شي تسميتها على هاد زورديناتور هاد الحويجات، كنا هنايا أنهم يلتجؤوا لهذا البيرو هذا. منو حنا كنديروا الفاتورات وكنجيبوا واحد الدفيات، دفيات هما واحد الناس باش تكون واحد الشفافيه في المعامله الماليه. وسميتها كنديروا واحد لي دفي، لي دفي هما السندات، كندير واحد سميتو كنفرقهم على البقاويلين، واللي عطانا اقل تكلفه هل بغينا نشريو بي سي ولا، اللي عطانا اقل تكلفه هو اللي كنتعاملوا معاه وكنديروا له الموضه ديالو ونخلصوا ونجيبوا داك الماتيريال ديالنا. الجامعه ياك هذا هذه المصلحه مصلحه الحاله المدنيه وتصديق الانفاق والمصادقه على الوثائق. يعني الا بغى يخرج شي واحد ليزيكسبريت نسخ تاع الولاده والنسخ الكامله ولا تزاد له شي وليد بغى يسجله، كاين هذا مكتب التصاريح. الا شي واحد توفى له الوالد دياله ولا الوالده دياله ولا مات شي واحد من العائله، يجي يصرح هنا بالوفاه نتاع باش تطرق مني بغى ياخذ هذاك الوليد ياخذ له شهاده الولاده.
حسيت فيهم هذا الشيء من البرمجة الإعلامية سيارات ولا شي دراجة مادية أو لا بغي يسني شي وكالة وقع شي وكالة يعطيها شي واحد باش يوينو عليه الآخر بغا يتنازل شي واحد على شي مشكل وهذه هي أهم الإصلاحات لكي يتعاملوا مع المواطنين. هل يمكن دفع إذا أراد المرء أن يسجل في الحالة المدنية فهل عليه دفع أموال أو ما كاينش اودي شكرا هذا سؤال وجيه بالنسبه للتصريحات اللي كتقام بالجامعه صافي ولا ادويه او دكتور